الآن أنتقل وإياكم إلى موضوع آخر يخص الفلاح العراقي وما يمارس بحقه من ضغط ومحاربة في قوت يومه. أحد الفلاحين قام بتجربة ليس على سبيل الترفيه بقدر ما هي لإثبات حق المزارعين العراقيين وأن ما يقدمونه في بلادهم يستحق كل دعم وتقدير. في تحدي من أحد المزارعين في العراق واستنكاراً لاستيراد الخضروات من إيران في الوقت الذي يحارب فيه الفلاح العراقي والمنتوج المحلي، أحد الفلاحين يتحدى في المقطع الذي سنشاهده الآن، يتحدى إن كان في إيران مثل البطيخة التي يحملها بين يديه في إشارة منه إلى كبر حجمها وحلو مذاقها، ويطالب أيضاً بلزوم منع استيراد الخضار من إيران. نتابع وإياكم. يعني شوف هذا البطيخ، شوف البطيخة. اي يعني تحدي إيران لا عدا نفسها البطيخة، ويعني مال إيران هسه تعجبونها دعبل هيجي. اي بيش الكيلو ب 500 دينار واحنا الكيلو مالنا بربع دينار مال الديرة. خوش يعني شوف الطعم وين هاي وين زين. اي ما يعني ما قعدتوا الوزير ما سولفتوا له هاي السالفة؟ لا قعدنا الوزير ولا سولفنا. زين الفلاح هسه يعني يبيع بخساره؟ يبيع بخساره، ما بيها كل فائده. كل فائده الطن الاز السماد ب 700,000. اي هذا الكيلو مالت البزر مالته ب 350,000، يعني البياره نحفرها 3 ملايين. اي الماطور القطاس نجيبه 700,000. اي يعني ما سد كل شيء. ما سد كل شيء. هذا الفلاح هذا حاله ويبيع طقه نازل الكيل البطيخ بربع وب 100 دينار هذا الفلاح العراقي، والخيار بربع، والطماطه بيش والله تنزل تعال بالله طماطه بيش تنزل طماطه هسه زعم غاليه ب 400 دينار هسه ب 400 دينار ب 400 دينار الطماطه هسه غاليه زعم. اها كان الصندوق ب 1000 دينار وب 2000 دينار الصندوق نبقل بيه على السريع. زين شلون احنا نريد نصعد هذا السعر؟ نسد الحدود الايرانيه. زين واحد بعد نسد الحدود بعد كل شيء صعب كل شيء بس الحدود مال ايران تنسد بس هاي.